السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشهيوه واعره دائما في اطار شهيوه خفيفه سهله وكتشبع. وغادي نديروا اليوم الخبز اللبناني او العيش بالكفته. غادي نحتاجوا واحد نص كيلو ديال الكفته ديال لاداند او ديال البقري اللي كان واجد، وغادي نحتاجوا واحد جوج فلفلات حمرين حلوين او خضرين. انا ما كانش متوفر عندي الفلفله خضراء. هنايا واحد زلافه ديال البصله او بصله مشلضه، زلافه يعني عطاتني القيس ديال نص زلافه، بصله كبيره مشلضه. هنا واحد العلبه صغيره ديال الشامبينيون او الفطر، هكا كيكون مقطع. وبالنسبه للتوابل البنات، غادي نحتاجو ابزار، سكنجبير، تحميره، الملح، وشويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الهريسه. الهريسه كتكون اختياريه. هنا شويه زيت العود في المقله او زيت الزيتون، كنشعلو على المقله. وهنايا الخبز اللبناني او العيش او الخبز ديال الطاكوس، كيكون هكا رطب كيدرو له دغيا، حيت حنايا هدفنا ان نروليوه نديرو فيه الكفته لداخل ويترولا. غادي نديرو دابا البصله ديالنا مشلضه رقيق، وغادي نزيدو ديك الفلفله حمراء حلوه مقطعه مربعه رقيق حتى هي. وإلا كانت الفلفله خضراء احسن البنات. انا راه غير ما كانش متوفره عندي. انا هاد الوصفه كنفضل فيها الفلفله خضراء، كتعطي نسمه مغايره على الحمراء صراحه. كتواتى ديك الفلفله الخضراء صراحه كتواتى بزاف مع الكفته. وعندنا هنا واحد المعلقه كبيره ديال الربع معدنوس مقطع، انا كنكونجليه باش كيكون عندي ديما واجد. كنخلط كلشي، كيتجانسوا العناصر ديالنا، وكتكون النار مجهده باش ديك البصله ما تطلقش الماء هي والفلفله، خصها طيب وتدبال، يعني تطيح البصله هي والفلفله باش نزيدو الشامبينيون والكفته. هنا عنا واحد نصف معلقه ديال الثومه مطحونه، ما حطيتهاش في الاول البنات، ها هي. كنديروا ديك الثومه والبصله والربيع كيتشحروا مزيان في زيت الزيتون. كنزيد الشامبينيون البنات، الشامبينيون معلب، غير ديك البواطه الصغيره كافيه. غادي نزيد الكفته، غنبدا نمعسها بملعقه الخشبيه عفوا، وغادي نبدا نفرتت فيها. دابا غادي نزيد العطريه. علاش ما درتش العطريه في الاول؟ ما بغيتهاش تحرق ليا مع البصله، بغيت الكفته هو الاول نفرتتها باش تجيني سهله، عاد ندخل فيها العطريه باش تعطي لوغو ديالها حتى كتطلق الكفته الماء ديالها، عاد كندير العطريه. كنستمر في التحريك،
حتى كتشنس ليا العناصر او التوابل مع ديك الكفته والشامبينيون. العافيه كنقص عليها هنايا حيت صافي كلشي طاب تقريبا. نبغي غير ديك المويه اللي تلقات شخصات نشف نشوف منها تماما. انا هنا غادي نجد لاصوص بيشاميل معكم البنات. رفيت اللي قلت لكم غادي ندير معكم لاصوص بيشاميل بسرعه، اللي راه ساهل ماهل، راه ما فيه حتى شي صعوبه، ما فيه زعما فين تلفوا. كاينه هنا معلقه الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، المعلقه باش عبرت الزبده كنعبر بها الدقيق، كندير معلقه الزبده، معلقه ديال الدقيق الفورس، الدقيق الرطب، كنشعلوا العافيه على ديك الكاسرونه، الزبده كتذوب. أو كنزيدو عليها دابا ديك معلقة ديال الدقيق، هيا دابا البنات معلقة ديال الدقيق مع معلقة ديال الزبدة كنخلطوهم بنصيطرو ديال الحليب، نصف لتر حليب. ويلا بغيتو لاصوص بيشاميل تكون كثيره كتضاعفوا المقادير، كديروا جوج معالق الزبده، جوج معالق ديال الدقيق، ولتر ديال الحليب. هاكا كنخلطوا بسرعه باش ما يتحرقش لينا داك الدقيق والزبده حتى كيتجانسوا بحال ما هاكا. الملحه والبزار اللي كنديروا فيهم انا ما درتهمش في الاول، غنديرهم في الاخر باش النسمه تطلع. هانتوما كيف كتشوفوا راه ما كتحرق ما حتى شي حاجه، غير ما تحيدوش يديكم من الكاسرونه. الفوي يبقى يخلط، تخلطوا بالفوي مزيان او الطرب اليدوي وليس الكهربائي. هنا راه ست المليحه وبزار قبصه قبصه شويه، وكنزيد نخلط. غادي نبقى نخوي الحليب شويه بشويه البنات، الى لاحظتوا معايا علاش كنخوي الحليب شويه بشويه. الى هزيتو نصف لتر من الحليب وخويتوه كامل ما غاديش يعقد، ويقدر يتكور لكم الخليط، دوك الكويرات ديال الدقيق مع الزبده يقدر يتكور لكم. هكا بالنسبه للمبتدئات، اما للناس اللي عندهم تجربه راه واخا يخويو نسطرو الحليب في دقه راه ما غاديش يتكور لهم، عارفين كيفاش يخدموه مزيان. هانتوما راه بدا كيتجمع، وكنزيد الحليب شويه بشويه وكنخلط مزيان، غير كيبدا يعقد ليا كنردو فوق العافيه ونزيد عاوتاني الحليب شويه، ونعاود نخلط حتى كيتجانس ليا الحليب مع داك الخليط، وبدا يعقد عاوتاني كيجي عاقد بحال الكيكه، بحال الخليط ديال الكيكه بحال ما هكا. وكنزيد عاوتاني الحليب حتى كنكمل المقدار ديال نصف لتر. وانا كنقلب هنا وكندوز للكفته، نقلبها عاوتاني حتى هي راه كتشحر كنخليها هكاك فوق العافيه مهيله باش ما تحرقش ليا، ولكن غرضي بها تعسل شي شويه وتنشف ليا من المرق، ما بغيتش تكون ما يكونش فيها المرق نهائيا. كيف كتلاحظوا راه ناشفه. وعينيا في لاصوص بيشاميل ما يتحرقش ليا، خصوصا الجناب كيلصقوا فيهم دوك الطريف دوك شويه ديال الدقيق، وهذا ها انتما كنحاول نجمع من الجناب باش يجي داك الشيء متساوي ويجي الخليط متجانس كامل. كتجد الوصفة ساهلة البنات، تقدروا تقدموها في العشاء، تقدروا تقدموها حتى في الغداء، علاش لا، راه كتشبع وفي نفس الوقت ما كتحسش باللي راه كليتي شي حاجة ونفخات لك كرشك، بالعكس كتحس براسك خفيف، كتاكل واحد الحاجة صحية وفي نفس الوقت خفيفة. نزيد عاوتاني الحليب كي
كتشوفوه راه جاري لاصوص بيشاميل، ما تخلعكمش البنات الا كانت جاريه. الا درتو هذا المقدار اللي عطيتكم اللي هو ملعقه زبده، ملعقه دقيق، نصف لتر ديال الحليب، راه غير كيبرد شي شويه لاصوص بيشاميل راه كيختار. هنايا حكيت واحد نص كوزه صغيره صغيره ماشي كبيره، او ربع حيت هي مجهده، نحاولوا ما نكتروش منها البنات. علاش ما درتهاش في الاول؟ حيت ما بغيتهاش تحرق ليا مع الزبده، بغيت نديرها في الاخر باش النسمه ديالها تطلع ليا في لاصوص، داكشي علاش كنخليها هي حتى الاخر. عرفتي البنات راه واحد الريحه طالعه منها، ما نقول لكمش، يا سلام يا سلام. هنا راه زدت واحد شويه مازال ديال الربع، حيت ما صراحه ما كفانيش هذاك اللي درت في الاول، خص انا يبان لي الربع، واخا هو مقرد مزيان خصو يبان لي شي شويه، كيعطي واحد الكولور زوين، داك ربع خضر مع هذيك الفلفله حمراء مع الكفته كيعطي واحد الكولور زوين، ما عرفتش واش ما كيبانش مزيان. هنايا هنا كنزيد الفرماج ايمونتال او الفرماج حمر محكوك، كنزيدو على لاصوص ديالي وانا راه طافيه على الكسرونه. ها نتوما كي كتشوفوا كتولي مجبده، كتولي الاستيك ديك لاصوص. هذا هو لاصوص بيشاميل اللي عندنا البنات لحد الساعه. دابا هاد الكسرونه درت فيها لاصوص بيشاميل، ولكن انا ما غراضيش في لاصوص بيشاميل نديرها لهاد الوصفه، غادي نزيد عليها هاد البيضه من بعد ما حيتها، راه باقا سخونه لاصوص، باقا كي خرجتها من حيتها من فوق العافيه، غنزيدو عليها ديك البيضه. الا زدت على هذيك البيضه خصني نخلطها بالزربه باش ما تجمعش ليا، باش تولي ليا لاصوص موني، كتسمى هذه لاصوص موني. الا ما درتيش البيضه كتسمى لاصوص بيشاميل، كديروها فوق لي غراتان كاملين، تستعملوها في اي حشوه، تستعملوها في اي حاجه، ولكن اون فوا كتزيدوا عليها بيضه كتولي صوص موغني، وتقدروا حتى هي تستعملوها في اي حاجه، غير هو المذاق تيكون عاوتاني في شكل، وكتجي عاوتاني محمره واحد، يعني كتكون غنيه بعدا، هي كتكون غنيه واحد لاصوص كتكون زوينه وغنيه. فهمتونا البنات؟ وصراحه انا كنعتمد بزاف الاكثريه انا في لي غراتان ديالي كاملين كندير صوص موغني، حيت كنفضل انا ندير شي صوص تكون بحال ما هكا تكون غنيه. الكفته ديالتي راه طفيت عليها، ها هي واجده وناشفه ومعسله، ولا صوص موغني ديالتي ها هي حتى هي واجده. غادي نجيب المول اللي غادي ندخل الفرن، وغادي نبدا نعمر دوك الخبيزات ديال العيش او الخبز اللبناني، كل واحد شنو كيسميه، او الخبز ديال التاكوس، كل واحد صراحه شنو كيسميه. كنحاول ندير واحد المعلقه كبيره، نديرها في الجنب بحال ما هكا كي كتشوفوا. كاين اللي كتقدري ديريها تبسطيها في ديك الخبزه كلها، ولكن انا كنفضل نديرها بحال ما هكا، وكنحاول نرولي. كتجي بحال سيجار، غير هو ما كنسدهاش من الجناب، كنحطها هكا. غادي نحط واحد المعلقه ديال لاصوص موغني في اللاطه ديالتي باش نحاول ما يلصقوش ليا لي سيجار ديالي من التحت. وما تخافوش البنات راه ما غاديش يتحرق داك لاصوص ما حتى شي حاجه، بالعكس كيحافظ لينا على لي سيجار ديالنا باش ما يلصقوش وباش ما يتحرقوش لينا من التحت، حيت لي سيجار كيف كتشوفوا من طبيعه الحال راهما طايبين، والحشوه حتى هي راها طايبه. حنا غرضنا بلاصوص موغني تحمر لينا وتكراتينا مع الفخوماج، وداك البيض اللي فيها حتى هو راه طايب في ديك السخونيه دغيا كينسجم معاها. هكا كنستمر في لي سيجار ديالي تنعمرهم، الامهات اللي كيحلو مع الاكل ديال الاطفال كيف العاده. كنعاود نفكركم البنات باللي راه هاد الطريقه هادي راه غادي تنفعكم، يعني تقدروا ديروها للعشاء وتعزلوا للدراري ديالهم الغدا ديال الغدا باش ديوه معاهم في لانش بوكس ديالهم.
غادي نستمروا هكا حتى نعمروا اللاطه ديالتنا كامله. وهنا يا البنات من بعد ما عمرنا اللاطه ديالتنا واستفنا فيها لي سيكار ديالنا كاملين كنخويو داك لاصوص مغني اللي بقى لينا كامل فوق منها، تنبسطوه من الفوق وتنحاولوا نخويو من الجناب ونخويو داك الجبن المبشور او الفرماج حمر محكوك من الفوق بحال ما هكا. ديجا حنايا درناه في لاصوص، غير هذا بغيناه يتحمر لينا مزيان. وهنايا اعشاب منسمه او الزعتر كنحكوه بين يدينا وتنخويو فوق من الكغاطان ديالنا. ها هو واجد. من بعد ما دخلنا للفران هذا هو النهايه ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى يعجبكم وكنتمنى تكون فعلا تجربوه. صراحه كيعجبوني لي كومونتير وتعجبوني الناس اللي كيجربوا الوصفات ديالي وكيلقاوهم زوينين وتعجبوهم وتنعطيهم افكار، تعجبني الحال صراحه. كنتمنى البنات الوصفات ديالي ينالوا الرضا ديالكم وينالوا الاعجاب ديالكم، وهكا تيكون الرولو ديالي يعني ما تيلصق ما حتى شي حاجه، تيجي زوين وواعر وبنين ولذيذ البنات. والى اللقاء، الى فيديو جديد.